نورتم الدار بروحكم السورية الجميلة، نورتوا روح السعودية وجوهرة السعودية، قلب السعودية. منزل مبارك، هذا بيتنا، بيت مبارك. شكرا يا حبيبتي، الله يحييكم. البيت هذا اللي يجمع النجوم من جميع أنحاء الوطن العربي، نورتونا وشرفتونا يا جماعة الخير. منورة فيك يا خالد، تشرفنا فيكم، وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين يا رب. الله يعافيك، تضل هيك السعودية والمملكة منورة بأهلها. الله يسعدك، الله يسعدك ويطول بعمرك. احنا مبسوطين ان السهره هذه جامعه الروح السوريه والروح السعوديه في هذه السفره البسيطه الجميله اللي مو من قدكم ولا مقامكم، من قدكم. الله يسعدكم ويطول بعماركم، نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله يا رب دائما الروح السعوديه تظل تجمع نجوم العالم عندنا هنا في السعوديه. آمين. الله يحييك، يا هلا والله. معتصم، انا قبل لا ابدا في اكلتك المفضله بسال، انت من مواليد السعوديه الدوادمي؟ صح، دوادمي. هذه معلومة يعني حصرية عندي. الدوادمي، أي والله. في ذكريات، في شيء؟ الأهل ظلوا تقريبا 9 سنوات بالسعودية. لما ولدت ظلوا يمكن سنة تقريبا، وبعدين تركنا للسعودية. يعني مجمل القعدة كانت 10 سنوات، بس أنا ما عندي هالذكريات، يعني أنا كنت بعدني صغير فما بتذكر شيء، بس أخواتي كانوا يجاكروني بالسعودية. يعني كانوا يضلوا ذكريات السعودية، عملنا هيك، وين كنت أنا؟ أنت كنت لسه مخلقة بالسعودية، عملنا هيك بالسعودية. أنا بعرف السعودية عن طريق أهلي وأخواتي.